عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا في أحد زي كده له 3 سنين ما سافر، هذا مطار كازابلانكا. طبعا إحنا سافرنا فيه قبل كده، بدي أقول الجديد، لكن هو المهم مكتب الخطوط السعودية هو هناك، نطلع له إما بمصعد، في مصعد أول ما تدخل في مصعد، أو له اسكليدورات اسكليدور هناك في حقون اللي يحزموا الشنط يلبسوها يقرطصوها. المهم الدخول من المطار عادي بالنسبة لفحص وكذا، ما في سؤال عن أي شيء. تطلع الدور بعد ما تدخلوا، طبعا أول ما تدخلوا المطار في تفتيش الشنط، بعدين تطلع الدور الثاني هذا الخطوط السعودية، هناك المغادرة. شوف بالنسبة للأشياء اللي طبعا بالنسبة لي أنا جديدة، فاكرين الكرت ذاك اللي نعبيه سواء نحن داخلين المغرب أو خارجين المغرب، لغوه، ما عاد صار في تعبية خلاص في الحاسب الظاهر. ما شاء الله في تطورات كثيرة، تسهيل للإجراءات، والحمد لله ننتظر. نستعد للإقلاع. بسم الله على بركة الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
راسي، حاول نعمل زوم كده. فين رحنا احنا بالزوم؟ بيكون يسارا عين دياب، الحين يسارا المشاهدين كده عين دياب، واليمين المحمدية والرباط، متجهين شمال الآن. طبعا نشوف كده الحين ايش هو ذاك، نسيت الاسم لو سألنا. مارينا، مارينا مارينا، بس ماني عارف هل هو في اسم يعني آخر غير مارينا، أو يعني إضافة على مارينا. هذا اللي هناك في مطعم جوستا، جوستو مارينا أعتقد معناه اسمه المذاق، مذاق، صححوا لنا الإخوة والأخوات المغاربة، يعني من ضمن المطاعم المشهورة أو المعروفة، ما أدري والله هو مشهور. أعتقد الآن فوق المحمدية، فوق أجواء المحمدية، يعني ما أدري إذا كانت الخريطة دقيقة. نشوف، أعتقد ميناء المحمدية وشاطئ ميرامار. من بعده على طول بيجي شاطئ الرميلات في المحمدية. طبعا أنا بالتقريب كده أقصد، طبعا بعد ميناء المحمدية، هذا اللي أقصد، مش شرط تكون متوافق مع التصوير. أقعد أقول أشياء تطلع غلط معي.
أقصى شمال المغرب الناظور وكذا يعني. بسم الله أتوكل على الله. كده يكون عدينا السعيدية ودخلنا على الجزائر. تحياتي لأخواننا وأخواتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لوحوا لنا بأياديكم كده. طبعا ما شاء الله تبارك الله سواحل البحر الأبيض المتوسط عامة بتكون جميلة. شوفوا المنظر هذا غريب سبحان الله. واضح انه الجزائر فيها ما شاء الله تبارك الله مناظر. انا صراحة ماني عارف ايش هو هذا اللي منطقة رملية ولا ايش. هذه بحيرة أعتقد اسمها سبخة، سبخة وهران. عدلوا لنا، يدونا معلومة إخواننا في الجزائر. المضيفة جاتي بتعطيني قهوة، قلت سبحان الله. صراحة ما شاء الله تبارك الله الطبيعة في الجزائر. كأنه زايد السرعة.
هذه الجزائر العاصمة. كده هناخد فترة فوق البحر الأبيض المتوسط إلى أن ندخل على جوا مصر، بس حيكون جوا مصر خلاص غربت الشمس، ونحن بنتجه إلى المشرق، فحتكون شوية الدنيا ظلام. ما أخذنا وقت طويل فوق البحر الأبيض إلى أن دخلنا جوا مصر، زي كده ظلام في الصورة ما هي واضحة. زورونا من مصر، السلام عليكم من مصر، تحياتنا لكم. افتكرت القصة ديك لما كنت بتكلم مع أحد المغاربة بقول له الشمس تيجي من عندنا وتتجه إليكم، فكان زعلان. جلست احاول اقنع يعني هي كذا الارض تتجه كذا والشمس تتجه من الشرق الى الغرب، فما اقتنع يعني اقتنعوا الا لما قلت طيب اوكي الشمس تجي عندكم بعدين تتجه الى امريكا ومن ثم اليابان واسيا ووسط اسيا وبعدين تجي علينا نحن من عندكم، فاقتنع. الكاميرا ما بتزبط،
الساعة 10 في جدة الآن. شوفوا ما شاء الله تبارك الله جدة. طب هذا فين رايح؟ رايح على مكة. نحن متجهين شرق ولا شمال؟ أتذكر كذا شرق. اي والله شرق. بالنسبة لي أول مرة أجي المطار يعني قدوم، فاستلام الأمتعة ماشيين وراه، بس باين إنه متعب للكبار السن والأطفال وكذا. أنا حاسس كذا قدامنا مسافة. كذا خرجنا الحين، ما ادري نشوف المخارج الاخرى. اخذنا الشنط وخرجنا الحمد لله على السلامة. هذا الاكواريوم شفته كذا هنا في المطار.